إلى ذلك نظم العشرات وقفة احتجاجية وسط شارع جمال للمطالبة برفع الحصار عن المدينة وتحريرها، واستنكر المحتجون ما تتعرض له المحافظة من قصف عنيف ومنع دخول المواد الأساسية في ظل انعقاد المشاورات السياسية في الكويت. لم يمنعهم قصف الميليشيا اليومي على الأحياء السكنية من الخروج للتعبير عن سخطهم. أبناء تعز من جديد ينظمون وقفة احتجاجية، ولكن هذه المرة للمطالبة بإيقاف ما أسموه عبثية التحاور مع الميليشيا في الكويت. هذه التظاهرة بحسب من نظمها أقيمت بتزامن مع اجتماع القيادات العسكرية وقيادات المقاومة للضغط عليهم بسرعة اتخاذ إجراءات تسرع في تحرير المحافظة من الحصار المطبق التي تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع. لا علاقة لنا بالمفاوضات الحاصلة، لا علاقة لنا بما يحصل، نريد أن تتحرر تعز وكل شبر من تعز. هذا كان مطلب شاب تعز والذين نظموا الوقفة اليوم. المشاركون أعلنوا استمرارهم بهذه الوقفات التي تأتي في إطار الحملة التي أطلقها ناشطون من مختلف التوجهات السياسية في تعز. إلى متى ستظل تعز تحت القصف وتحت الحصار؟ فنطالب من قيادات تعز إن نحن في تعز مطلبنا هو تحرير تعز. لا يبدو المشهد داعيا للتفاؤل، ففي الوقت الذي يبحث فيه أبناء تعز عن إعادة الزخم الفعل المدني المؤثر على العامل العسكري في المحافظة، يرجح مراقبون أن هذا القرار يظل رهينا لدى المجتمع الدولي الذي لم يتخذ إجراءات جادة فيما يخص فك الحصار وإيقاف الحرب المفروضة على المحافظة.